ألو صباح الخير. صباح الخير. مرحبا سيدي، الاسم الكريم. سي عمر. مرحبا بك سيدي. الله يطول عمرك. الله يبارك فيك، تنشكركم على هذا البرنامج، تنشكر الطاقم الإذاعي كله. شرفني بالاسم. القرش البشير من سلا. مرحبا بالسي البشير. الله يبارك فيك سيدي. السي البشير، شنو وقع لك؟ ماشي وقعت لي أنا، وقعت لواحد السيد. هذا السيد هذا غادي لبني ملال. مشى للمحطة. قطع الورقة ديالو، دار الحويجات ديالو في الكار. عند واحد الصاك ديالو صغير طلعوا معاه. داروا الفوق، جا واحد السيد طلع لذاك الكار، هز ديك الميكاز، جابين الصاك وداك الشيء باش يدير ديك الميكا، حل داك الصاك، دار فيه واحد الطرف ديال المخدر، طرف ديال الحشيش. هبط داك السيد، طلعوا جوج ديال الناس، جاو ديريكت لعندك مو الصاك ديال من الصاك، قال لهم ديالي، جبدوا لاكار، قال له البوليس. هز داك الصاك، هبط، هبطوا، قالوا له حلو، تلقاو فيه الطرف ديال، قال لهم هادشي راه ماشي ديالي. ايوا قالوا له هادشي راه ديالك، يعني وصك ديالك. ايه لا راه ديالك هادشي. المهم جروه لواحد بعدو شويه على المحطه الكار. داو جيت واحد الصطافي ديال البوليس، جبدوا له المينوط، بينوا له المينوط داك المسائل، قلبوه لقاو عنده 1000 درهم. قالوا له دابا شنو هاد الحشيش واش ديالك؟ قال لهم لا ماشي ديالي، وصك ديالك. ايه راه ديالي، ولكن كيفاش الحشيش فيه تقول ماشي ديالنا؟ على كل حال بقى تيتناقشوا مع داك الشيء، واحد منهم بعد بقى الاخر تيقلب فيه داك الشيء، قال له دابا شوف، دابا انت راجل ماشي ديال هاد المشاكل، وماشي ديال هادشي، باين حاله نقيه وكذا، هادي راه ماشي ديال هاد المشاكل هادي، وغتوصل للكومساريه وغتوصل للمحكمه وتمشي في 5 سنين الحبس. على محل واحد ولا تيفكر بزاف ديال المشاكل ولات غتوقع له. المهم راه هادشي راه ماشي ديالي وهادشي. المهم قالوا له شوف دابا كيفاش تفك مع هاد السيد هذا، مع الشاف، والله ينيك. قال لهم راه عندي غير 1000 درهم، هادشي اللي عندي وكذا. المهم عطاهم ديك 1000 درهم. نعم صافي، هز الصاك ديالو، حيدو منه داكشي اللي غيتحيد، هز الصاك ديالو، رجع ديك الرجعه اللي رجع، لقى الكار مشى، مشى للكومساريه، مشى للكومساريه تيقول مره واحد البوليس نصبوا عليا، اش كاين واش كاين اش كاين. البوليس يقول له كيفاش تقول للبوليس؟ على كل حال خرجوا تيقلبوا معاه في عين المكان، تيسولوا دوك الناس ديال المحطه وداك الشيء، هاد الناس هادو تيعطيهم ما كاينش، هاد الناس هادو ما كاينينش. صدق دابا هو لا حوايج، حتى ديك الورقه ديال الكار باش كنقطع ضاعت له، والصدق عاد تيجمعوا له غير الناس باش ركب، وواحد المشاكل كبيره واجهه في ديك نعم. الرحله ديالو. اذا اصلا هادوك الجوج ماشي بوليس اللي جاو عنده، غالبا غادي يكون ماشي بوليس، يعني هما ثلاثه عاملين هذيك الحيله، واحد كيدير الطرف ديال الحشيش في الصاك، وجوج اخرين كيجيو يلقيو عليه زعما القبض، ولكن في نهايه المطاف كيتفاهموا معاه بداكشي اللي في جيبو، داكشي اللي في جيبو، داكشي اللي في جيبو، داوه له وخلاو السيد. نعم للاسف. اذا هذا كيسوقنا لجوج ديال الاشياء، مع الشكر السي البشير، جوج ديال الاشياء اللي خصنا نحضيوهم من راسنا. اولا لا عندنا شي حويجات ديالنا ولا شي حاجه نحضيوهم مزيان، لا شي واحد يدير لنا شي حاجه فيهم، هذه الاولى. ثانيا الا كنا متاكدين من البراءه ديالنا وانه داك الشيء ماشي ديالنا، الاهم ما نقيسوا فيه لا بيدينا ولا باي حاجه، لانه كاين الحمد لله اليوم شرطه علميه، كيمكن تبحث في مجال البصمات ديال الانسان، في واحد المجموعه ديال الاشياء اللي تبت الى حد ما انه هذاك الحشيش ولا هذاك المخدر كيف ما بغى يكون ماشي ديالنا، خصوصا الانسان عنده سمعه مزيانه ومعروف عليه ما كيدخن حشيش، ما كيبيع ويشري في حشيش ولا في غيره ولا هذه، فكيمكن يفك راسو في هذا الباب. اذا نحضيو راسنا في هذا الجانب. وعلى ذكر الكار طبعا، عاود نذكر مره اخرى، اذا كنتم مسافرين وهذا وقت السفر العطله دابا، فردوا بالكم من شي واحد جالس حداكم، راجل كبير او صغير، بنت، امراه زوينه خايبه وما الى ذلك، شي واحد يعطيكم شي حاجه. حنا كتعرفوا بحال قلت في حلقه من الحلقات، حنا المغاربه قلبنا كبير، كيمكن تكوني في الحمام كتجبد الليمونه كتعطي الريحه ديالها، كتحشم تاكلها بوحدك، كتقسم مع هذوك اللي حداك. فكيمكن واحد في الكار غادي يجبد تفاحه ياكلها، كيجبد تفاحه واحده اخرى ويعطيها، يقول لك بسم الله الشريف، لا بسم الله الشريفه، انسان على نيته كيقبض ديك التفاحه كيقول بسم الله وياكلها. هذيك التفاحه يا مستمعي الكرام كيمكن يكون فيها منوم اللي ينعسكم ويمشي لكم كل ما عندكم في جيبكم، وتصدقوا بوالو، يمكن حتى حوجتكم اللي مسافرين بها تمشي لكم، الا كان هذا الشخص ترصد لكم، عرف فين كاين الساك ديالكم، فين عملته وما الى ذلك. اذا ما ناكلوا حتى شي حاجه من عند شي حد، ما نشربوا حتى شي حاجه من عند شي حد. اخر الصيحات في هذا الباب، البنانة الموزه راه كيمكن تحقن بماده منومه. اذا نحضيو راسنا.